الترند الجديد بقى ايه؟ التعاطف مع ايمن حجاج، فاكرينه المستشار اللي قتل مراته المذيعة، اللي خنقها وجنزرها وشوه وشها بمية النار، وحفر حفرة هو وشريكه ودفنها فيها، طلع غلبان ومراته هي المفترية وتستاهل القتل. زوجة بتبتز، زوجة بتساوم، زوجة دايسة على جوزها، زوجة ما سابتش حاجة في جوزها ما عملتوش، ولكن جوز زوجة كانت زوجة الأسد، افترست الراجل، خدته الأول تظاهرت بالمثالية وبعد كده خدته ورا، عملت فيه اللي محدش يتخيله ولا حد يتحمله. حطوا نفسكم مكانه.